كل شيء في المكلا عاصمة محافظة حضرموت يشير بوضوح إلى الهدوء الذي تعيشه هذه المدينة. الأجواء الرمضانية التقليدية هي السائدة في كل تفصيل من تفاصيل الحياة اليومية. السمبوسة والبقية والسمبيلي أطعمة يمنية تقليدية تنتظر في البسطات والمحال موعد الإفطار لتحل ضيفا دائما على الموائد، فيما التهافت كبير على الحلويات الشعبية وألعاب الأطفال التي تنتشر في الأسواق. يقبلون في هذا الشهر الكريم على شراء احتياجاتهم من المواد الغذائية وعلى شراء احتياجاتهم من السمبوسة والباقية والليم والعصائر، هذا ما يقبلون عليه في هذا الشهر بكثرة من الأشهر الماضية. ازدهار الأسواق في الشهر الفضيل يترافق مع ازدحام المساجد لصلاة التراويح وختم القرآن. مدينة المكلا عاصمة حضرموت تمتاز بهذا الإرث القرآني والختومات الموجودة والتي تبدأ في شهر رمضان، فيحتفل فيها الأطفال من خلال البسطات ومن خلال الأهازيج والأناشيد والفرق الشعبية التي تقوم بالتختيمات. بعيدا عن العنف يعيش أهالي المكلا أيام رمضان محتفظين بتراثهم وتقاليدهم وينتظرون عيد الفطر المقبل بكثير من التفاؤل بمستقبل يحمل المزيد من الاستقرار والازدهار للمدينة المطلة على البحر.